بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج مشاهد، ومشهدنا في هذه الحلقة مشهد من مشاهد العبودية، بل ربما هو من أعظم مشاهد العبودية، وهو مشهد أقرب ما يكون فيه العبد لله عز وجل. أفضل وأعظم وضع يكون الإنسان فيه قريبا من الله عز وجل هو عنوان مشهدنا في هذه الحلقة، إنه السجود لله، إنه التذلل، إنه الخضوع. أفضل ما في الإنسان جبهته، ناصيته، يضعها في الأرض، يمرغها لمن؟ يمرغها لله جل وعلا. هذا المشهد، وما أدراك ما هذا المشهد، هو من أحب الأوضاع عند الله عز وجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن أحب الأعمال إلى الله، يقول فسكت. فسألته مرة أخرى فسكت، فسألته الثالثة قال عليك بكثرة السجود، فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. السجود، كل الكون يسجد لله عز وجل. السماء تسجد لله، الكواكب تسجد لله، النجوم تسجد لله، بل حتى الشمس. أرأيتم إلى هذه الشمس العظيمة؟ إنها تسجد لله عز وجل سجودا يليق بها. حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأحنف بن قيس أو لأحد الصحابة لما جلس عنده ورأى الشمس تغرب، قال أتعلم أين تذهب؟ تذهب تسجد عند ربها. نحن لا نفهم مرور ودوران الشمس في السماء، ولا نعلم كيف تسبح وتسبح هذه النجوم في الكون، لكنها كما أراد الله عز وجل هي تتذلل لله وتخضع لله، وهذا نوع من السجود. ألم تر أن الله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. أرأيت الحجر الذي تمر عليه؟ هذا ساجد لله عز وجل. أرأيت الشجر الذي تطوف عليه؟ هذا ساجد لله عز وجل. أرأيت الجدران؟ إنها ساجدة لله عز وجل. إلا بعض البشر الذين يستكبرون على الله، الله أكبر. كل شيء يسجد لله، إلا جزء من الناس يستكبرون على الله عز وجل، إلا الجن والإنس. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم. كم نجمة، وما أعظم خلقها في السماء تسبح، إنها تسجد لله عز وجل. وبعض البشر ينادى للسجود فلا يسجد لله جل وعلا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال. جبل، صخر يسجد لله، وبعض القلوب ما تسجد لله؟ سبحان ربي. والنجوم والجبال والشجر والدواب. كل شيء عمم، الدواب كلها، النجوم يعني كلها، الجبال يعني كلها، لكن ما قال الناس، الناس ما قال وعمم، قال جزء من الناس. صح كثير لكنه جزء. وكثير من الناس وكثير حط عليه العذاب. كثير لا يريد السجود لله عز وجل، ولهذا السجود إذا جاء العبد يوم القيامة وجاء الناس واتبع كل خلق ما عبدوا في هذه الدنيا، فإذا بأهل الإيمان وفيهم أهل النفاق يقفون في المحشر ويكشف الرب عز وجل عن ساق وتشتد الأهوال ويؤمر الناس بالسجود، فيحاول الكل أن يسجد لله عز وجل فيسجد،
من كان يسجد مخلصا في هذه الدنيا لله يسجد لله يوم القيامة، أما البقية من أهل الرياء والنفاق، أما البقية الذين ما سجدوا لله عز وجل في الدنيا كلما أرادوا أن يسجدوا يوم القيامة ارتفعت ظهورهم مرة أخرى فصارت طبقا مستقيمة لا يستطيعون السجود. يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الركوع قربة وتعظيم لله، القيام لله قربة، لكن أعظم هيئة في القرب من الله السجود. كل الصلاة مقدمات حتى يصل العبد إلى مرحلة السجود. وهنا سل ما بدا لك يا عبد الله، اطلب فإن الله عز وجل يستجيب، أكثر فيه من الدعاء فإن الباب مفتوح. بعض الناس ينقر السجود نقرا، مسكين مسكين ما يشعر بلذة السجود. والله لو أحس بقيمة هذا الفعل الذي يفعله ما رفع رأسه أبدا، والله ما رفع رأسه. لكن المشكلة أن الواحد منا لا يستشعر. هناك ملائكة خلقها الله جل وعلا، ملائكة ساجدة لله عز وجل منذ أن خلقها، وخلقها الله قبل أن يخلق الأرض. ملائكة ساجدة تسبح الله عز وجل، تقول يا ذا الجبروت، يا ذا الجبروت، يا حي، يا من لا يموت. لا ترفع رأسها، سجود فقط. حتى إذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم فقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله أكبر. سمع النبي صوتا صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة سمعتم الصوت؟ أتعلمون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أطت السماء، يعني طلع صوت مثل الثقل، صوت ثقل على السماء، السماء الدنيا كأنها مزحومة، ماذا فيها؟ فيها ثقل، صوت السماء ظهر. قال ما من موضع شبر إلا ملك ساجد. الله أكبر. كل موضع شبر في السماء يسجد لله عز وجل فيه ملك، الذين عند ربهم يسبحونه وله يسجدون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السجود قصص وأخبار، السجود آداب وأحكام، السجود حياة المؤمن لو قضاها كلها سجودا لله عز وجل ما بخس نفسه حقها. خلكم وإيانا نرجع لكم لكن بعد الفاصل. أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب خدمة النبي، كان ينتظره، فإذا احتاج إلى أي شيء قام لخدمته، اسمه ربيعة بن كعب.